من أجل تحقيق بيئة صحية متكاملة دشنا بمستشفى صور المرجعي مشروع تسليم سماعات الأذن الطبية. يحتفل مستشفى صور اليوم بتدشين السماعات الأذن الطبية لمرضى ضعاف السمع. يهدف المشروع إلى إدماج هؤلاء المرضى ذوي السمع الضعيف بالمجتمع وإشراكهم وإيجاد فرص عمل لهم. هذا الهدف الرئيسي من هذا المشروع. واحد من أبرز المشاريع التي تبنتها اللجنة الاجتماعية بمدينة صور الصحية بالتعاون مع مستشفى صور وبدعم من مؤسسة الجسر للأعمال الخيرية. تم تركيب أول سماعة طبية لمريض بيعاني من نقص السمع. الحقيقة توفير السماعات الطبية داخل مستشفى صور دي مبادرة من مدينة صور الصحية، والحقيقة إن هي لها فوائد إيجابية كثيرة، لأنها وفرت كثير من الجهد والمعاناة لمرضى ضعف السمع، سواء من كبار السن أو سواء من طلبة الأطفال اللي كانوا بيعانوا من مشقة وعندهم مشاكل في التواصل مع الآخرين. يستهدف المشروع الأشخاص ذوي الدخل المحدود والضمان الاجتماعي، حيث بلغ عدد الأجهزة 144 سماعة توزع لمختلف الفئات العمرية، مما سيسهل على مرضى محافظة جنوب الشرقية في توفير الوقت والجهد والتقليل من مشقة الوصول إلى محافظة مسقط للحصول على هذه الخدمة. هذا المشروع اللجنة الاجتماعية بموازرة مدينة صور الصحية. وزارة الصحة تسعى من خلال تقديم مختلف المواد والأدوات الصحية بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص في شتى القطاعات الصحية في السلطنة إلى توفير كافة الخدمات الصحية للمجتمع وتسهيل حصولهم على المستلزمات الطبية اللازمة.